هو الحفل جاء في إطار استمرار العملية التنمية عملية تويزي الذي أرساها السيد العامل صاحب الجلالة على إقليم تالو دانس، وهذه تقريبا الذكرى وقيلا الرابعة لتحية هذه العملية التويزي اللي هي كما قال الأخ عملية عاش المغرب سنين وسنين وقرون، وهذه تم إحياء ديالها في تالو دانس وعطت الثمار ديالها على مستوى الإقليم. الحمد لله مشات التنمية، جاءت التنمية تستمر والقافلة تستمر والسفينة تستمر، إن شاء الله جاي الخير، جاي أوراش للحكومة إن شاء الله اللي رصتها الحكومة اللي تعطات للمجتمع المدني باش تنسق مع سلطات المنتخبين، وهذه إضافة جديدة اللي على مستوى الوطني الحكومة ديال صاحب الجلالة اللي رصت هذه العملية، وهذا باش حاول ما أمكن نحركوا الاوراش ونحركوا التشغيل على المستوى المحلي. وغطينا مجموعه ديال النواقص اللي كانت في حاله الطوارئ نسترجعوها، والحمد لله راه الوباء غادي في الاختفاء، يجب الاستمرار في الجرعه الثالثه حتى نحقق المناعه الجماعيه. كنشكروا الفاعلين الاقتصاديين والاعيان ديال المنطقه وندعوهم، ونحن عواشركم مبروكه ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم، على اننا نجدد تضامننا مع باشكال مختلفه مع الاسر اللي في حاجه للدعم ديالنا، وهي صدقه جاريه، وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل كل شيء كنرحبوا بكم هنايا في هذا اللقاء هذا المبارك اللي هو اللي كيجمع الساده رؤساء الجماعات الترابيه التابعه للدائره ديال السيد موسى الحمري. الموضوع من طبيعه الحال هو العمليه ديال تويزي، العمليه ديال تويزي اللي عطاها الانطلاقه ديالها السيد عامل الاقليم تالو دانت منذ سنوات هذه. فاليوم قد تكرس مع المجالس الجديده، والحمد لله اكيد ان اعطت الثمار ديالها في هذه الولايه اللي دازت، والاستمراريه فيها نقدر نقول اصبح واجب على جميع المجالس هذه. فكنعرفوا اليوم جميع الاكراهات اللي كاينه على المستوى ديال المحلي ولا الاقليمي الجهوي الوطني نظرا للظروف ديال الجائحه ديال كورونا والظروف ديال الجفاف، ولكن هذه الفكره او هذه العمليه ديال تويزي فمن خلالها يمكن تجاوزوا واحد العدد ديال الصعاب. فتضافر الجهود ديال المختلف الجامعات والاتحاد والقوه ديال هذه الجامعات هذه اللي تقدر تغلب على هذه الامور اللي هضرنا عليها. بهذه المناسبه كنبغي نشكر الجميع، اولا الساده رؤساء الجامعات اللي منخرطين في هذه العمليه هذه، كذلك الشكر موصول للسلطه المحليه اللي كتشرف على هذه العمليه هذه على راسها السيد العامل والسيد رئيس الدائره، كذلك القياده على مستوى جميع القيادات، ومن خلالهم جمعيات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات اللي بطبيعه الحال دايرين يد في يد من اجل بطبيعه الحال بناء المغرب الجديد، المغرب ديال اللي بغاه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، المغرب ديال التحديات، المغرب ديال التنميه وديال الرقي والازدهار. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. انا بدوري كرشيد امزال رئيس جماعتي دوما اليوم حضرنا في تويزي ديال على الصعيد القطب ديال سيدي موسى الحمري. تويزي هي فيها واحد المجموعه ديال الجماعات على الصعيد الدائره، وكنشكروا السيد العامل على هذه المبادره هذه والجماعات المشاركه، وان شاء الله البدايه في هذه الولايه الثانيه والولايه اللي كانت فاتت دبرنا بها شحال ديال فك العزله على بزاف ديال الطرقان في مجموعات الجماعات ما بين فك العزله ما بين الدواوير،
وكنشكر السيد العمل والسيد رئيس الدائره والسيد باشا قياده احمر والسدع رؤساء الجماعات، وكنشكروا فعاليات المجتمع المدني والسعاده الرؤساء اللي حاضرين معنا ورجال السلطه ككل. السعيد المنسي رئيس جماعه حمر الكلالشه، تنشكروا السيد العامل صاحب الجلاله في الملك، تنشكروا السيد رئيس رئيس دائرة سيدي موسى الحمري، وتشكر السيد باشا قائد قيادة جماعة حمار على تيزي ويزي اللي كدار، وحنا رانا إشارة الجميع ورانا إشارة جميع السلط، وكنشكروا حتى الصحافة اللي تيسهر معنا دائما، وتشكركم جميعا، وحنا رانا إشارة الجماعات وخدامين حتى الجمعيات، يعني كل شيء غادي مزيان لحد الساعة، وتنسقوا بيناتنا بين الجمعيات ولا الجماعة، وتكون تيزي ويزي بالنسبة لكاع الجماعات المجاورة لجماعة حمار الكلالشة. وحنا رانا اشاره للجميع، لا بالنسبه للجونجان للكاميوات لاي الماتريان، وحنا متجندين لتيجي وزي ونشكر الجميع. هذا المسي كبر معكم رئيس الجمعيه هنا ديال تعبت بالطرق، وكوب نهضروا نعطوا واحد النظره شامله على التويزي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي لانسى السيد العامل ديال اقليم تارودانت وسهر عليها، وكانت الحمد لله في مستوى عالي. اتينا اليوم انطلاقه بالحضور ديال السيد رئيس الدائره ديال القطب ديال سيدي موسى، والسيد القائد تاع حمر، السيد القائد وكذلك ومثال ديال سيدي موسى الحمري، كذلك ومثال استاذ رئيس الجماعات السيد رئيس ديال حمر الكلالشه، والسيد الرئيس ديال جماعه اذا مومن، ورئيس جماعه سيدي الطاهر، رئيس جماعه ديال جماعه الدير، حتى هو كان حاضر معنا وعطاو الانطلاقه ديالهم، وبالحضور ديال الساكنه يعني هنا والساده الاعضاء المحترمين ديال الجماعات ككل اللي هنا القطب اللي هو ديال رئيس الدائره ديال سيدي موسى الحمري، عطاو انطلاقه اليوم، وكذلك ومثال منو دزنا لعيد المراه اليوم العالمي اللي هو كان عيد المراه في مستوى، كان يعني كان العرض موجود، كانوا الناس موجودين فرحانين ناشطين بالعيد ديالهم، يعني كل شيء خدام، كل شيء الامور غاديه مزيان، الناس ديال الصباغه اللي حقيقه السميه ديال هذيك الجد اللي هي صبغه المدارس ومشكوره حتى هي، وكذلك مثال المجهودات اللي دارت واللي بدير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وقلنا باش توسعوا وتزيدوا، وكذلك مثال تاع عيد المراه قلنا يعني باش تزيدوا فيه جميع جهات باش يكون بقوه تكون كثيره، والحمد لله كان السيد القائد ديال حمر قياده حمر ديال سي موسى ساروا على هذه العمليه ودازت بخير وبخير وعلى خير، والسيد الرئيس الدائره راسو كان السيد الرئيس الدائره، وكذلك مثال السيد العامل بهذه المجهودات كثيره، والسيد الكاتب العام، وبكل صراحه جميع اخوان خدموا لنا الشيوخ للمقدمين كلهما ساهموا في هذا الشكل هذا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.